الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف تقرير نشرته مؤسسة عراق المستقبل المعنية بالشؤون الاقتصادية أن العراق يعد البلد الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة، بالاعتماد على دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية وبيانات المؤسسة. وبيّنت المؤسسة أن نسبة العاملين في القطاع الحكومي بالعراق بلغت 37% بين مجموعة دول شملتها الدراسة، إذ يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطاً على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية، نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله، الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام. أكدت لجنة النزاهة النيابية سيطرة اللجان الاقتصادية العائدة لبعض الكتل والأحزاب على بعض الوزارات، ما أدى إلى فشل عملها. وقال عضو اللجنة هادي السلامي إن هناك سيطرة من قبل اللجان الاقتصادية العائدة للكتل والأحزاب على بعض الوزارات، وهذا أدى إلى فشل تلك الوزارات، خصوصا أن هناك صراعات ما بين تلك الأحزاب على المشاريع والمقاولات في الوزارات. وأضاف السلامي أن الفساد المالي والإداري هو سبب إخفاق كل المؤسسات الخدمية، لافتا إلى وجوب خلاص تلك الوزارات والمؤسسات من اللجان الاقتصادية التابعة للكتل والأحزاب. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار أكثر من 269 مليون دولار في مزاد بيع العملة. وذكر مصدر مالي أن البنك باع في مزاده اليوم 269 مليونا و250 ألف دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 239 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 30,250,000 دينار. حذر اقتصاديون أمريكيون وبعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من احتمال حدوث معاناة في سوق العمل الأمريكي وسط مؤشرات على أن سوق العمل يفقد زخمه. وتقوم الشركات الأمريكية حالياً بنشر عدد أقل من الوظائف الشاغرة في عام 2024، مع بدء معدلات البطالة في الارتفاع تدريجياً من مستوياتها المنخفضة. يذكر أن قوة سوق العمل الأمريكي ساعدت حتى الآن الاقتصاد على تحمل سياسة التشديد من قبل الفيدرالي لكبح معدلات التضخم، إلا أن المزيد من الضعف في سوق العمل قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.